an infinite reservoir with the wherewithal. هذا أنا ما دخلت لكم به لأنه ما راح أضغط عليكم زايد عن اللزوم على مود تكون المادة سهلة وأنتوا تقدرون تستوعبوها. عندي هنا أنا بس radius of investigation. radius of investigation هو نصف قطر فحص المكمن. زين radius هو شنو معناه؟ معناها إنه معناها ال RI radius of investigation كمختصر. شيء مثل إنه لازم أني أعرف كمية ونوعية القيمة الفحص اللي راح أفحصه بالبئر، فحص البئر والتسجيل والتصميم اللي راح أصممه لازم أحلله وأصفه وصف كامل بالتسجيلات اللي راح أخذها باللوجات للبئر. اللي هو هذا هنا قايل لكم باي radius of investigation انه مين هو the distance هي المسافة that pressure transient has moved into the formation following rate change in oil. هو المسافة اللي راح يمسي بيها الانتقال او ينتقل بيها الضغط بالمكمن ضمن تغيرات محددة بالبيئة. هذه المسافة شو تمثل؟ تتمثل formation rock and fluid properties and time ellipse since the rate change. هي شنو هي اللي راح تخترق المكمن صخور المكمن والصفات السائل نفسه. قبل هذا لازم احسب ال RI. شلون احسب قيمة ال RI عند تغير بالاور؟ مسافة الزمن على مود يوصل لل PI. شلون احسبها؟ عند ال time point 1 عند ال 1 hour 10 2 hour و 100 hour عند ال point 1 وال 1 وال 10 وال 100. هذني اخذن كحالة مثالية لل radius of investigation على مود يفحص بيها المكمن ويفحص بيها نصف القطر. فبعد ما سوى اختبارات حصل انه التايم ماكسيمم هو التي اي التايم ماكسيمم وي فايند ذات ذا تايم هو الماكسيمم تايم هنا اعتبارها شو تساوي بالدي بي على الدي تي تساوي ناقص دي تي على التي تربيع اي اي زائد شو اسمه بعد هذه طلعها من المعادلات اللي فوق بعد ما اشتقها حصل قيمه الار اي العفو ال تي ماكسيموم تساوي ال ار اي تربيع على 4 ان وتساوي 948 فاي ميو سي تي ار اي تربيع على الكي. من هذا طلع قيمه ال ار اي او الراديوس اوف انفستيجيشن حصلها هي الكي في التي على الفاي ميو سي تي اس نص لانه هو تربيع. شلون هو اخذها عند فحص عند اوقات مختلفه مثل ما قلت لكم عند بوينت 1 عند 1 عند ال 10 عند ال 100 حصل انه radius of investigation هذا من القيم الثابته. فهذه الفحوصات اللي اجراهن حصل من عندهن قيم معقوله على مود يحصل maximum time على مود يوصل الى مثلا ماكسيموم تايم او الى زمن الاستقرار. شو وقت يبدي يستقر زمن استقرار الضغط او اي بالضبط زمن استقرار الضغط. فهنا مش قايل لك the radius of investigation equation also provides a means of estimating the length of time required to achieve stabilized على مود يوصل الى زمن الاستقرار TS stabilized. هذا زمن الاستقرار شوي انا اقدر اوصل له عندما تكون اوصل افحص المكمن اكثر من مره واوصل الى زمن الاستقرار او stabilization انه يكون الضغط راح ينتقل الضغط على ما يوصل الى حدود المكمن boundaries of the test reservoir. فمثلا اذا كان البئر متركز عند الدرينج اريا سندريكال درينج اريا اوف راديوس ار اي فهذا الار اي هو شنو يكون نهايه
الانفينيت اكتنج هي الباوندري ضمن حدود الباوندري، فتكون الار اي هو وصل الى الار اي حدود المكمل، فتي اتش تكون الار اي هي نفسها الار اي اللي هو زمن نصف قطر الفحص، الار اي ساوت الار اي لانه اني وصلت حدود الباوندري. زين عندي هسه شلون احسب الراديوس اوف انفيزيجيشن؟ قال لكم وي وش ارن تو فلو تيس، اخذ تسجيل للبئر فحصل شاف الجريان المكمن بجريان النفط بالمكمن اون ابروكسيماتلي ويل فور sufficiently long to ensure that the well will drainage cylindrical of more than 1000 اكثر من 1000 راديوس، هذا الراديوس مالته اكثر من 1000. ومنطيكم الكي ومنطيكم منطيكم الكي او منطيكم الفاي والسي تي والميو. زين هنا شنو من حسب ال من حسب المينيما اجى حسب المينيمم لينث فلوتس حسب التي، التي هي 948 فاينوسي تي اي تربيع على الكي، ايش قد حسبها؟ قايل لكم المينيمم لينث ليش اخذ هنا 2000؟ لانه قايل هنا منطيكم مرتين، هو فرض انه الضغط يكون الار اي مرتين قد الار دبليو. زين بما انه هو الار دبليو هو الف فهو اخذها مرتين بالنسبه الي، فيكون الار اي هي 2000. اجى قس حسب قيمه التي ماكسيمم للراديوس اوف انفستيجيشن صارت 75.8 اور. ما عندنا بالنسبه هذا ما راح شوي ادخل لكم ب السسبنشن، راح احكي عليه بس في حاله كان عندي هورنر ابروكسيميشن. حكيت لكم بالبدايه الهورنر ابروكسيميشن، الهورنر ابروكسيميشن هو عالم سوى تقريب له مثل الاي اي فانكشن. زين بس هو سماها على المعادله او التقريب على اسمي. الهورنر ابروكسيميشن شيء يقول شيء يحدد انه يكون ذا يوز اوف سسبنشن سوبر بوزيشن، عفوا سوبر بوزيشن از موديلينج ذا برودكشن هيستوري از ا فاريبل ريت. ويل السوبر بوزيشن شنو معناها؟ انه اني راح اعطيكم اياها فشي مختصر بس اشرح لكم اياها على شكل انه اني عندي ويل اي وعندي ويل بي ويل سي، كل ويل المسافة بين بئر وبين بين بئر وبئر، البعد بيني هو ار اي بي، وبعد بين الاي والسي هو الار اي سي. زين هذه بالنسبة للابر. اجي اخذ من يجي يحسب بين الار اي والار بي الكيو، زين البي اي ناقص البي دبليو اف التوتال عند البير اي شو تساوي؟ الديو تو اي زائد ديو تو بي زائد الديو تو سي، البي اي ناقص البي دبليو اف. بعد ما حسبهم هذني احسب البي اي توتال بعدها البيئه عن البير بي وسي. هو شنو هو؟ هذا عندي اني البير الاول، وهذا عندي البير الثاني، وهذا عندي البير الثالث. البير الاول شي يكون كيو 1. زين هذا البير الاول القيمه مالته بس ياخذ الكيو 1. البير الثاني ياخذ كيو 2 ناقص الكيو 1. هذا عندي البير الاول هذا الكيو 1، البير الثاني كيو 2 ناقص الكيو 1، البير الثالث الكيو 3 ناقص شنو؟ الكيو 2. فهذا بالنسبة للبير الأول الويل 1 من هنا هذه الكيو 1. إذا كان عندي البير الثاني هذا موقعه شي يكون إلى البداية كيو 2 ناقص كيو 1، البير الثالث شي يكون كيو 3 ناقص كيو 2. فهذا هو إجا حطها بالمعادلة مو البي آي ناقص بي دبليو إف،
هي الكيو اذا كانت عندي بيرين للبير الاول احسب كيو 1 البير الثاني شو يكون كيو 2 ناقص كيو 1 شوفوا هذه دلتا بي 1 دلتا بي 2 دلتا بي 3 الدلتا بي 1 شو تكون معادلتي شوفوا هذه مطيكم مثلا هذا المثال في اي ناقص بي دبليو اف هي 70.6 ميو بي على الكي في اتش الكيو ار كيو 1 هذا للبير الاول البير الاول اخذ كيو 1 زائد الكيو 2 ناقص كيو 1 هذا للبير الثاني اذا البير الثالث شو يصير كيو 3 ناقص كيو 2 وهكذا زين اجي حسب بالبدايه قيمه الاي اي فانكشن على مود راسا يدخلها بالمعادله هذه ويحسب البي اي ناقص البي دبليو اف للمسافه بين البير الاول والبير الثاني والبير الثاني مع البير الثالث. فلهذا السبب انه استخدم هورنر شاف انه الاي اي فانكشن مو دقيقه فهو طلع الى تقريب على انتاج المكمن وعلاقته مع الزمن التي في برودكشن تايم شلون اخذ اجى حسب اجى اخذ قايل لكم على مود يتخلص من السوبر بوزيشن سوى موديل للبرودكتيفيتي هيستوري سوى هيستوري للانتاج مالته وحسب من عنده شاف انه معادله الاي اي فانكشن هي مو اكيوريت مضبوطة 100% فمشى على شنو انه اخذ الاكيوموليتيف برودكشن للبير على شنو التي بي شنو هي هذه حسب قيمة التي بي التي بي شو تساوي الاكيوموليتيف برودكشن هو الانتاج التراكمي على الكيو لاست على الانتاج النهائي يعني اني من اجي ينتج البير باليوم الاول مثلا بالساعه الاولى بالساعه الثانيه بالساعه الثالثه هذا شنو هو كيوموليتيف هذا تراكمي الى ان اغلق البير باخر انتاج قيمته هو هذا الكيو لاست اللي يسمونه الموست ريسنت ريت فالان بي هو الكيوموليتيف برودكشن عليه الكيو لاست هذا القانون مال التي بي او اللي يسموه البسيدو برودوسينج تايم او البرودوسينج تايم يا اما بسيدو برودوسينج او البرودوسينج تايم زين عطني اجى حسب قيمه قال لكم هنا انه هي الاي اي فانكشن هي مو اكيوريت بينما الهورنر اضبط من عندي التقريبي ف اعطاكم مثال عليه انه منطيكم البرودكشن تايم والتوتال برودكشن توتال برودكشن هو الان في اجي اجمع الان في شي يساوي 52 زائد 0 زائد 46 زائد 68 ايش احسب احسب البسط المعادله اللي بالبسط اللي هي كيوموليتيف برودكشن فور ذا وورلد هذا الان في التراكمي ليش يسموه تراكمي لانه اجمع واطلع ال 166 هذا راح يطلع الان في عندي البرودكشن تايم اخذ ان البرودكشن تايم الاول عندي الكيو لاست ياهو هذه عندي 72 هذه تعتبر الكيو لاست فقال لكم احسب لي البرودكشن برودوسينج تايم واحسب لي شوف انه الهرنا ابروكسيميشن هو اكواديت ادكوت العفو هو ادكوت فور ذس كيس اذا لا فلازم انه تشوف لي انت برودوسينج هيستوري فور ذس استيميشن تعتبر انه الاي اي فانكشن هي ادكويت لو مو ادكويت عندنا الكيو لاف تساوي اجي الكيو لاف هذه اخر شيء الكيو لاف هي ال 68 الان في على البرودكشن تايم لانه انا هذه الكيو لاف الاخيره مالتي فاقسم ال 68 على ال 72 على مود اطلع الكيو لاف انه احسبها بالتي في تكون بالمقام عندي الكيوميوليتيف برودكشن اضربها في 24 على مود احوله لان هذا بالدي هنا انا لازم احوله اضربها في 24 على مود احوله التايم بالاواخر ايش قد تقيمه انت الان في 166 منين جايه ال 62 زائد 0 زائد 46 زائد 68 طلعت 166 اقسمها على الكيو لاست واطلع
قيمة ال تي بي للتي producing time. فايش جاي لك اللي حسب الدلتا تي تا الأخيرة اللي هي 72 هذا الجدول دلتا تي لا قسمها على الدلتا تي تنس على اللي قبلها ايش طلعت؟ طلعت النسبة 2.77 فهي أكبر من الاثنين فايش هذه القيمة أعلى من الأبروكسيميت ما تعتبر أنه الهون أبروكسيميشن هي أدكوت بهذه الحالة It should not be necessary to use superposition ما يحتاج أنه أستخدم طريقة superposition which is required when home approximation is not adequate نعم يعني تخلص محاضراتنا طلاب وإن شاء الله نسوي ميتينج بعد ما تقرون المحاضرة يوم الأحد إن شاء الله بحيل الله تريدون الصباحي أسويهم ميتينج واحد والمساء أسويهم ميتينج أنا رأيي أنه يكونون تريدون كل واحد واحد تريدون اثنيناتكم سوا كيفكم هذه المحاضرة بالنسبة للمسائل هذه أريد الإكسرسايز مالتكم للي المحاضرة اللي انطيتكم إياها تحلون الإكسرسايزات هذني زين وإن شاء الله أشوفكم بالمحاضرة بالأسبوع الجاي وشكرا جزيلا لأسرائكم